السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل مع حضراتكم كفتة داود باشا بطريقة سهلة وبسيطة. مكوناتنا سهلة وبسيطة، قدام حضراتكم نص كيلو من اللحمة المفرومة بدرجة حرارة التلاجة، معلقة كبيرة هرمية من البقسماط أو الفيجيتار، بصلة كبيرة مبشورة ناعم زي ما حضراتكم شايفين، والبهارات عبارة عن ملح، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، بابريكا، 7 بهارات، قرفة، ورشة صغيرة يعني فركة بين ايديا من الكمون. هاخد الكلام ده كله هنزله في الكبة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو ما عندناش كبة احط كل المكونات دي على بعضها بولة وادعكها كويس جدا لمدة ما تقلش عن 5 دقايق، لحد لما تديني عجينة ناعمة واقدر اشكلها، يبقى كده تمام. هاخد بقى الكلام ده كله في الكبة، افرمها فرم كويس جدا. ادي البصل، البقسماط او الفيجيتار المتاح عند حضراتكم مع البهارات، لسه كمان معايا نص معلقه من الثوم المفروم. ادي الثوم قدام حضراتكم، هاخد بقى الكلام ده كله على الكبه، هضربه كويس جدا وانعمه، وبعد كده ارجع لحضراتكم. بعد ما عجنت الكفته كويس جدا، ده شكل عجينه الكفته بعد ما خلصتها قدام حضراتكم. هبدا كده ابل ايدي زيت بالشكل ده، بسم الله، واخد كده قطعه من عجينه الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حجم الكفته يرجع لحضراتكم، انا عن نفسي هعملها حجم الليمونه المتوسطه بالشكل ده كده، اكورها كده شويه لحد لما تنعم معايا. وجنب اخواتها واحطها، اخلص كل الكميه بالشكل ده وارجع لحضراتكم. افتص على النار قدام حضراتكم، حطيت معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت، هيسخن الكلام ده كله، وبعد كده ان شاء الله هنزل بالكفته واحده واحده. نسمي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل كده بالكفتة واحدة واحدة، لازم اديها لون من كل الجهات بالشكل ده، بس انا مش عايزاها تتحمر قوي، انا عايزاها بس تاخد لون. احمرها ان شاء الله وارجع لحضراتكم. بصوا كده معايا كده تمام، هبدا بقى كده اطلعها بالراحه كده زي ما حضراتكم شايفين، لازم تاخد لون يمين وشمال زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا اطلعها واحط غيرها لحد ما اخلص الكميه كلها بالشكل ده، بعد كده ان شاء الله نكمل الوصفه مع بعض. في طاسه ثانيه قدام حضراتكم حطيت معلقه واحده من الزيت، وكمان صفيت الزيت بالزبده اللي انا حمرت فيه الكفته، وحطيت معاهم معلقه صغيره من الثوم. هبدا بقى اشوح الكلام ده كله، بسم الله، انا عايزاه بس ياخد لون مش عايزاه يتحمر. اول ما هياخد لون معايا هبدا انزل بالصلصه اللي انا عاملاها في البيت. بسم الله، دي صلصه انا عاملاها في البيت، هسيب لحضراتكم اللينك، اللي حابب يعمل يعمل واللي حابب يشتري يشتري. طب لو ما عندي صلصة، هجيب نص كيلو طماطم اضربه في الخلاط واصفيه كويس جدا، وبعد كده اسبكه، وبعد كده اشتغل واكمل الوصفة عادي خالص. بدأت تغلي الطماطم معايا زي ما حضراتكم شايفين، هبدأ ابهرها بشوية ملح صغيرين لان انا مملحها الكفتة قبل كده، وكمان شوية من الفلفل الاسمر. هقلب بقى الكلام ده كله، بسم الله، وهنزل عليها بكوبايه من الميه عشان اخف الصلصه اللي قدام حضراتكم. بسم الله، يغلي كل الكلام ده غلوه واحده بس. هبدا بعد كده انزل بالكفته، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده، ونحاول بقدر المستطاع
يكون الووك او الطاسه اللي حضراتكم هتشتغلوا فيها زي ما حضراتكم شايفين كده تكون واسعه بالشكل ده. بصوا كده معايا، ده الشكل اللي انا عايزاه، عايزه الكفته تبقى كلها متفرده عن بعضها بالشكل ده. هغطي بقى الكلام ده كله، يغلي غلوتين، بعد كده ان شاء الله نشوف هنقدمها ازاي. في الوقت اللي الكفته هتستوي فيه تعالوا نعمل مع بعض شويه رز بالشعريه، انما ايه تحفه جدا. في حله قدام حضراتكم حطيت فيها معلقتين من الزبده ومعلقه واحده من الزيت، هيسيح الكلام ده كله، بعد كده هنزل بالشعريه قدام حضراتكم. خد معايا الزبده ساحت ازاي، هبدا انزل بيها على طول بالشعريه. بسم الله، مع التقليب المستمر تتحمر ان شاء الله. ورا حضراتكم اللون قبل ما انزل بالرز، اول الشعريه ما تاخد اللون الذهبي اللي قدام حضراتكم ده، اوضحه لحضراتكم، شايفين حضراتكم ده اللون اللي انا عايزاه، ابدا على طول انزل بالرز. ينفع ان انا احط الميه الاول على الشعريه؟ لا طبعا ما ينفعش ابدا ابدا. واقلب بقى الكلام ده كله، ياخد تشويحتين كده مع بعض، وبعد كده هنزل بالميه. طب لو حطينا الميه الاول على الشعريه، الشعريه هتتهرى مني، ولما احط الرز مع الميه الشعريه هتتهرى اكتر اول ما الرز هيستوي، وبالتالي هيبقى لا ليها طعم ولا شكل. انا عايزه بس الرز يتكرمل مع الشعريه ويديني لون اللي هو البيج الفاتح بالشكل ده. هسيبهم كده بس ثواني على النار. بصوا كده معايا الرز اتغير لونه واتكرمل ازاي، بقى تحفه. بصوا كده والقاع بتاعه جميل ازاي. هبدا انزل عليه على طول بكوبايه ونص من الميه، لان انا حاطه كوبايه ونص من الرز. طب والشعريه ولا اي حاجه؟ كوبايه ونص عليهم، كوبايه ونص، ادي كوبايه وادي النص قدام حضراتكم، واحط معاهم معلقه صغيره من الملح، وهقلب الكلام ده كله لحد لما يشرب ميته، بعد كده ان شاء الله نشوف هنكمل ازاي. بصوا كده معايا ادي الرز شرب ميته، هبدا اقلبه تقليبه واحده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت بالشكل ده، بعد كده هغطي عليه تاني وهدي النار خالص، عايزه النار زي الشمعه لحد لما يستوي معايا الرز، وبعد كده ان شاء الله نقدم الوصفه كلها مع بعض. استوى الرز معانا وكمان الكفته. طب تعالوا كده نشوف حاجه حاجه. بسم الله، بصوا كده حضراتكم شايفين الرز شكله ايه، مفرفر وبالوحده. وبصوا الشعريه، ايه رايكم بقى؟ تجنن بجد، وريحتها وطعمها تحفه جدا. بصوا الرز شكله ايه قدام حضراتكم. تعالوا بقى نبص على الكفته. بسم الله، ريحتها وطعمها يجنن يجنن بجد، روعه. بصوا حضراتكم متماسكه ازاي وما فكتش ازاي، زي ما هي محتفظه بكيانها. بصوا كده، بسم الله، ايه رايكم؟ وريحتها وطعمها خفيفه جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول اعجابكم. شكرا ليكم، اسمى فود.